دوزنا المات كان صعيب صعيب بزاف تقريبا حنا سيونس فيزيك حطوا لينا بحال سيونس ديال سيونس مات كان صعيب بزاف وما داروش لنا بحساب كورونا نهائيا وتعداو علينا خرجوا تلاميذ الاغلبيه كلشي كيبكي شي بنات سخفانين كلشي كان ما دوش مزيان وكانت واحد الصدمه قويه بزاف بالنسبه للتلاميذ كان الفيزيك شويه صعيب ولكن بغيناهم يتعاملوا معنا في التصحيح وصعيب انا ما درت والو في المعمل صعيب شي حاجه بزاف ولا ما تخافش تمشي هو الف نجيب فوق المعدل دابا ما والو ويتعاملوا معنا في التصحيح بعدا ويكون خير كنا كنتوقعوا من وزاره التعليم يعني اون جينيرال كنا كنتوقعوا امتحان اللي غادي يرفع لينا المعنويات فهمتي يعني غنخرجوا فرحانين غادي يعني واخا ما نجيبش انا ايكول ولا المهم نخرج فرحانه وراضيه على راسي شنو خدمت ولكن انا باش نخرج مقلقه وما فاهمش اصلا داك الامتحان مين طاح واش من الشينوا ولا هذا ما كناش فرحانين يعني كاع على ود هاد المنهجيات الجديده اللي استثنائيه في هذا العام ديال باك كورونا وديال الحجر الصحي وشحال ضاع لينا نص العام تقريبا وحنا غير في الدار بغيت نوجه رساله حنا كتلاميذ بغينا غير واحد المستوى يعني في هذه البلاد بغينا غير مستوى زوين اللي نقدروا نمشيو به ابخي بعيد ولا يعني نديروا شي نقلبوا كاع لا برونش مهم نكونوا فرحانين على راسنا ولكن بالخصوص هذا العام راه كلشي كيتشكى من هاد لي زيكزام صراحه شو نقول لك ما غنكونوش راضيين على راسنا يعني 100% انا جاي الوطني نهار الاول جاي فرحان كنقول للوالده صافي هاد العام ان شاء الله غادي نجيب شي 18 حيت ديجا عندي الجهوي مزيان كنقول لها صافي زعما غادي نجيب مزيان هاد العام حتى كتشوف دوك الامتحانات صافي لا علاقه مع داكشي اللي سمعناه واللي كنشوفو لا علاقه مع داكشي اللي ما واخا هو اللي جينا نشوفو داكشي في الاطار المرجعي ولكن ما حددوش لينا بالضبط شنو غادي يتحط خاصهم يحددوا لنا شنو غادي يتحط باش نعرفوا حتى حنا شنو نراجعوا علاش نركزوا مزيان اما بحال هكا انا جو بونس با كلشي غادي يجيب فوق من 12 ولا الاغلبيه الا ما هبطوش السوي ديال ان بنادم ينجح اقل من 10 جو بونس با بنادم غادي ينجح انا اصلا واحد الدري صاحبي البارح كان مدوز الماط خلى الورقه خاويه خلى الورقه خاويه صاحبي من صغر كنقراو بجوج وقراي هو قراي جا البلا الماط ما هو خادم اكثر مني في الماط وجا الماط وتبلوكا ما قد يدير والو بالنسبه للماط حطوا داكشي ديال لانسان في لي كونكور بحال بغاو يديروا لنا حنا كونكور في الوطني حنا باش عرفتونا اصلا باغيين حنا ندفعوا لي زيكول ديال لي زانجينيوري حنا باغيين ندفعوا لي زيكول ديال الكوميرس بزاف ديال الحوايج وعلاش الا كانوا دابا بحال ما كايناش كاع تكافؤ الفرص ما حد دابا بحال دابا انا جايب 15 ديمي في الجهوي وجايب 11 في القسم في الوطني دابا غادي نصدق جايب شي 5 ولا 6 صافي ضاع عليا العام ولا جانا غاتخاباج راه مزيانه نتمنوا دابا حنا جينا غاتخاباج على اننا نجيبوا ديك لانوت ديال الحجره ولا 11 والفيزيك تحط هو صعيب ودرنا لي كور درت 500 ديغام باغ سيونس لي كور شي 3 موا وانا جالس كندير في لي كور في الفيزيك وفي الاخر الله جبد زعما ماكسيموم ديال لي نوت اللي خدمت هي كان زاد مي عاد شوف شحال غلط وعاد شوف شحال صحيح دونك قصحوا معنا بزاف اليوم كان عندنا امتحان وطني ديال الاس في تي والبارح كان عندنا امتحان وطني ديال المات اللي كان صعيب بزاف وما كناش متوقعينو انه غيتحط بهذيك الصعوبه اللي شي حاجه فريمون قاصحه بزاف اللي واخا تكوني مجتهده ما تخدميش داك الماط اساسي ديال الرياضيات ماشي في المستوى اللي كنا متوقعينو انه غادي يكون صعيب بزاف وحق الله العلي العظيم الى حرام عليهم كذلك الفيزيك لونغلي ولا هاد الوباء اللي دزنا منه ومن اصعب الوطنيات اللي دازوا كاع في التاريخ بصح يعني وسيختو اليوم الاس في تي برونش ديالنا حنايا كانت قاصحه بزاف لواحد الدرجه ما تصوريهاش بزاف 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 ودي كيسيون اللي ماشي مباشرين يعني خصك تكوني ذكيه بزاف باش تخدميهم سيختو المات البارح اللي كان صعيب بزاف كلشي كيتشكى